مكتب الدعوة والإرشاد بالمعذر وأم الحمام يقين بمدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين أحتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستو ناي أستم هرو جميرنا يزلنا حتن ملسن يقون الله عز وجل أب سورة النحل مبل 43 آية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلو كل جزي زين فلتو أب كداي ناي شريعنا أب كداي ناي ديننا نتم علماء حتيتنا كاباتهم علمي قسمنا بتي رب سبحانه وتعالى ازدليون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زحبرونا بوخن كيدي زلنا مالتيو. ولذلك كابو بمبقاس كاب كتاب ناي فتاوى أركان الإسلام دبل ناي شيخ ابن عثيمين أب قدي ناي عقيدة دملكت إن شاء الله كم تمدبنا حد ميت حتو زخون كانت دالوينا أب تزحال في جميرنا لنا لو مدما نتتحستو نقصلو. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. حتاتي كمزيلو يحتم: ما المراد بالوسط في الدين؟ عبدين ما أكلايك تكون ألكا زبهالسي انتاي مالتيو توسط؟ الجواب بالملسيني زنبقر: الوسط في الدين عبدين وسط كتكون لك ما أكلاي كتكون لك مالت ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل. والدسب عبتي شرعي ناي رب سبحانه وتعالى لك بتا دنبر رب سبحانه وتعالى زحنزة كابا كي حالفك كتوقع عز إزي حد كابتي توسطيه كومو دماني: ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله سبحانه وتعالى. كومو دماني كوغدل يقولون كابتار رب سبحانه وتعالى تنبر زقبره سلازي لك عبتاني رب سبحانه وتعالى زدليا زحان ساسان بأختوكو عز مالتيو. الوسط في الدين عبدين ما أكلايك تكونا لك مالت أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتا من قدي ناي رسول صلى الله عليه وسلم بآحز كمقعز إزي آياتا ما أكلايك تكونا لك تبهل. والغلو في الدين درت محلاف أبدين أن يتجاوزها كبتلكعو محلاف مالتيو. والتقصير مقدال دماني ألا يبلغها نتيت إزاز زي مفتس أم دماني إزي مقصير إبهال مالتيو. مثال ذلك نزي كمثالي زخننا: قال رجل: أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام كل الدهر. حدث بنتدعى أنا كسجد كحدري عمت ملو ليتي دكاس بهال أي دكسني انتدعيلو. مخنياتو يبل: لأن الصلاة من أفضل العبادات بمبال صلاة كابتي بلوز بهال عباداتات حادئيو، فأحب أن أحيي الليلة كله صلاة. بأري صلاة فتو كابكوني ليتي دك أسد بحال أي دك سني ملو ليتي كسجد كحدري انت دايلو حادسب إزي. فنقول نزنتين بلو: هذا غال في دين الله وليس على حق. السخا درت تحس كالخا إزي تدين ربي كم يكون النبلو يبل. وقد وقع في أحد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لك كمزي أبقزي رسول صلى الله عليه وسلم ترقب مالتيو. اجتمع نفر فقال بعضهم سبات تأكبهم انتهي تبهيلهم: أنا أقوم ولا أنام لحده. أنا دهر عجي ليتم ملوك سجد كحدري دكاس دبهالي دكسني إلو. وقال الآخر قال أيد ما ننتهيلو: أنا أصوم ولا أفطر له. كل جزي عمت ملوك كتصومي كيف تر كلها تحلف مع التيلا كي مالت كيس أم كلها تحلف مع التيبل لانيبل. وقال الثالث حدد ما ننتايلو: أنا لا أتزوج النساء إلو أي مرعون إلو خلاص هب عبادة راح كفرق إبل.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدائزي نرسل عليه الصلاة والسلام بيتسحوهم كمز الزبول وسبعت مالتيو إذا حديث طبعنا برواية البخاري ومسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذ مسبتحهم انتهي لهم ما بالو أقوام يقولون كذا وكذا انتهي لهم لأقل سبعت كمزن زبلو زلو إلهم أنا أصوم وأفطر أنا جن إلهم النبي عليه الصلاة والسلام ناتي من قد جن يتصومي يفطري وأقوم وأنام تسيئوين أبليتي سجدي كموين دكسي وأتزوج النساء كموين مرعوي فمن رغب عن سنتي إلهم النبي عليه الصلاة والسلام سناناتي زجدفه وينابكالي زلاجسي كابت سناناتي قدفو نابكالي زلاجسي فليس مني لهم كباي أيكونن فهؤلاء غالوا في الدين وتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم زياتهم درت حسام كيدهم كابت الدين النبي عليه الصلاة والسلام أنا كابز تكبارزي بري يعني زرحق إلهم النبي عليه الصلاة والسلام كابهم بري كوينهم مالتهم لأنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهناتو كابت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سلزوتو التي فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انت ايزلو انت لألكا صوم وإفطار يصوم يوم يفطر يوم عمت ملا ايكونون دصومو وقيام ونوم يتسوي ما بليت سوقد يوم كموين دكوس يوم وتزوج النساء كمو دماني يمرعوي يوم دكنست يوم مالتيو أما المقصر ازي تي درد تحسقون كله تي اقدلو زبهال كني ما اكلاي زي كونخ ناي مقدالك انت ايزلو فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع فأنا لا أتطوع وآتي بالفريدة فقط أنا تفردت راح يزقبر سنة زبهال تطوع زبهال عيفتس من يزبل وربما أيضا يقصر في الفرائد فهذا مقصر بل حد حد جزيوين أبتي فردوين زقودل كوينو كومد ما تنفرد بري سنة وين أي كتاليني نسنة عيفتس من يتنواجبت راح انترأيلو إزوين مقصر بهال تبهيلو والمعتدل ما أكل يزبها لدى منيو أنت دعيلك هو الذي يتمشى على ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أنت ما أكل يزبها لنبقر لك كم تامن قدنا رسول عليه الصلاة والسلام زخيد كمون من قدنا خلفاء الراشدين حيزو زخيد إذي أنت ما أكل يزبها مثال آخر كالي وين مثال خنمت أنت دعاقوين نايلو ثلاثة رجال سلست سبات رجال أمامهم رجل فاسق زوم سلست سبات حادة أمونغ حادة سب ربعي مالتيو انتعالو فاسق زخوني مالت زنبنيا زخوني بزوح زنبتاز فتس مالو أحدهم قال حج حادة انتهي بالمالتيو قال أنا لا أسلم على هذا الفاسق نزي فاسق زي سلام أيبلوني بالمالتيو حادة خباتهم وأهجره بل اي كتولون يبل وابتعد عنه ولا اكلمه نسى بزي سلام ايبلو مسو اي قرب يبل والثاني يقول انا امشي مع هذا الفاسق مزي فاسق ازي مسو خيدي واسلم عليه وابش في وجهه وادعوه عندي واجيب دعوته مسو كومي لخنبري مسو يعني لك كمزي وليس عندي الا كرجل صالح كمزي حدا صالح رجل تقي زخنة لك قوم يمسو تعامل زقبر ولا حنت ناتو دا قد سنة ايكونن مسوو كنبري مسوو زقو عروس انا قريب الليني بالتخال اي سال سايم دمان تايبل يقول هذا الفاسق اكرهه لفسقه نتفسق ناتو يدا عدد صلو واحبه لإيمانه إيمان سلزلو باع لا إله إلا الله سلزخنة قل بتا إيمانو نفتوه ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سببا لإصلاحه فتسيموين نزي سبزي ايقو عروس اني كابو انتدعا مكوراس زبالت اخوينو نابدينو دمالسون تر اخوينو يقو عروسو وإلا أنا نزبزي فتسمى أي كورتوني إبل مالتيو حجين تاين بل إبل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نتقدماي سلام أي بلوني أي كوربوني زبل كان نسخة غلو غير كالخة مفرد كوين كالخة كابوسن حليف كالخة يبهال نتخال أي دماني أنا مسؤول كخم رجل صالح زري أزبال دمان نسخة دماني أقدل كا يبهال اتسال ساي نسخة أخا وسط زلخة يبهال مالتيو كومون مثال ثالث انتيامتي مالتيو رجل كان أسيرا لمرأته حنت نسبيته
مسعد الدحرياء زخيد سعبا مالتي امود ماني من قد نيربن من قد فضيلان قديفا انكلا قد ملكت عقله وسارت هي القوام عليه كل كان من قد وجه خلا الدحرياء زخيد تدا خوينو ازي حدا كان من تايبل رجل مفرط مالتي ورجل اخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امراتي تحدد ما انت يكبر مالتي نسبيته ينعقان يستنعسان لا يبالي بها وكانها عنده اقل من خادم كاب سرحتني ان تحتون زري انت دا خوينو ازي دماني انت يبهال مالتي غالي يبهال ورجل ثالث اتسالساي ماكلاي يبهال دا منو انت دالك يعاملها كما امر الله سبحانه وتعالى كم تارب عززا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دبولو لكعكم غيرو بغبو زخيد زخونيو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ابتي كمتي ابروايت مسلم زلو انتايلم لا يفرك مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر مالت حدن حنتي مؤمنا زخونت بعنت بيتو ايز لا يا اينا اسا ويدماني كنا اسا يبلون مخنياتو بغلشنا خوين اغدي لا انت رايا بغلشنا خوين صبو سلازلوا سلازي لا يكره لهم النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الاخير امباري ازي سالساي هو متوسط والاول غال في معامله زوجتي تحدي وسنز حلفي تحدي زوجده لي وقس على هذه بقيه الاعمال والعبادات كم زيل كان بارين كل عباداتاتون قياس تغبرلو مالتيو اذا كم زيلهم مليسو مالتيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد.